السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربة. خبر حصري من لودي سبور. الخبر الحصري الآن أنه ناصر الخليفي رئيس نادي أولمبيك، عفوا رئيس نادي باريس سان جيرمان، دخل في الخط وراه باغي، ها الخبر الحصري، باغي إسماعيل بن ناصر، يريد إسماعيل بن ناصر هذا اللاعب اللي بغيه ناصر الخليفي. ايضا الموقع تكلم على ليوناردو وذكروا انه ليوناردو حب يعزز خط الوسط ميدان نادي باريس سان جيرمان بقائمه، وضعوا قائمه، ذكروا حتى هم بعض اللاعبين، فهمتوا خاوتي، ذكروا بعض اللاعبين، وراحين نحطوكم الرابط باش تتاكدوا من الخبر. من بين هذم اللاعبين اللي ذكروهم ميلكوفيتش، سافيتش، لورينزو بيليغريني تاع لا روما، هم كل باش يحبوا يعزوا خط الوسط. ايضا ذكروا هذو هما، ايضا بن ناصر في القائمه، بن ناصر بيطالب من ناصر الخليفي، ناصر الخليفي، ميلكوفيتش وبيليغريني اللي مفاوضات عسيره مع لاعب لا روما. إدارة النادي باريس قدمت عرض أولي، هنا يذكروا في الموقع وراح نعطوكم الليان تأكدوا منه، عرض أولي بقيمة 30 مليون أورو، وإدارة ميلو أسي رفضت هذا العرض. إذا خبر حصري كما قلت خوتي، إدارة نادي باري سان جيرمان بطلب من رئيس الفريق ناصر الخليفي، ناصر الخليفي يريد اسماعيل بن ناصر ويلح على اللاعب اسماعيل بن ناصر. الناس اللي تقول باللي اسماعيل بن ناصر مرتبط بعقد مع الميلان في ما يقدروش، يا الميلان مازال متمسك باسماعيل بن ناصر وما كانش منها، هاي مجرد كلام صحافه. نعم اسماعيل بن ناصر متمسك يلعب في اداره في نادي ميلو اسي، والاداره متمسكه به، لكن حنا يلعب المقابلات نتاع الكورونا هذه، لما تفوت الكورونا يفوت هذه المرحله تبدا، نعرفوا الدوري الفرنسي متوقف، الدوري الفرنسي متوقف، بعد ما يرجع الدوري الفرنسي في سبتمبر ولا في اكتوبر راح يكون كلام اخر، تبدا المفاوضات الحقيقيه في اوت، في اوت تبدا المفاوضات الحقيقيه. اذا اسماعيل بن ناصر مازال عنده عقد يربطه مع نادي الميلان، لاعب جديد في نادي الميلان، بصح الهضره دراهم. الى يبغي اسماعيل، عفوا ناصر الخليفي، الى يبغي اسماعيل بن ناصر يحط الموني كيما يحط على ادريس لا جاي، هذاك جاي اسمه اللاعب السنغالي، وعلى فيراتي وعلى اللاعبين. ايضا اسماعيل بن ناصر يسهل. اذا حرب بين نادي الامارات ونادي قطر، نادي الامارات مان سيتي بقياده الاماراتيين اللي يبغيو مع اسماعيل بن ناصر، ونادي الباريس سان جيرمان بقياده القطريين. حرب بين قطر والامارات على اللاعب، نشوفوا شكون في النهايه شكون راح يتحصل اللاعب او اللاعب يبقى في النادي نتاعو. اذا الايام القادمه رايحه تكشف عديد الامور، خاصه بعد عوده البطوله الايطاليه وانتهاء المقابلات اللي بقاو في البطوله الايطاليه، راح تتضح العديد من الامور. هل باريس سان جيرمان مستعده لدفع مبالغ كبيره، او مان سيتي بعد إزالة العقوبة مستعدة لدفع مبالغ كبيرة؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على المجموعة من الأسئلة هذه، لأنه صراحة أنا رأيي الشخصي يبقى رأي، مجرد رأي شخصي، أنا يبقى رأيي الشخصي أنه يبقى اسماعيل بن ناصر في ميلان ولو حتى يزيد عام، معلش يزيد حتى عام مع الميلان، زيد يعني يزيد يكتسب خبرة، يزيد يحتك مع الدوري الإيطالي، وتدرب في نادي ميلان مش كما تدرب في نادي امبولي، تختلف، يزيد يطور من الامكانيات نتاعو، ومن بعدها يروح، وانا ماذا بيا نشوفو في دوري الماني، عفوا الايطالي، او اذا راح الدوري الانجليزي، دوري اكبر اقوى دوري في العالم، الدوري الاسباني، اما الدوري الفرنسي نوعا ما ما عدا باريس سان جيرمان اللاعبين اللي عندها، ولا اولمبيك ليون شوي، اما الباقي الانديه ضعيفه صراحه. اذا خبر حصري قلنا ونعاودوا من لو دي سبور انه اسماعيل بن ناصر في خبر حصري، ناصر الخريفي شخصيا رئيس فريق يريد هذا اللاعب. اذا الايام القادمه راح تكشف لنا
هذا الاختيار بن ناصر ماذا يكون؟ الموضوع الثاني خوتي هو اللاعب حسام عوار. اللاعب حسام عوار نفس الموقع. الان حسام عوار بعد ما تكلموا انه اداره جوفنتيس تهتم باللاعب هذا وتكلم عليها سابقا مان سيتي جوفنتيس ليفربول وذكرنا في الصحافه الانجليزيه مترو صحيفه مترو تكلمت على اللاعب. الان مدير الرياضي لنادي اولمبيك ليو جونينيو البرازيلي جونينيو تكلم انه راح يكون يعني اعلن على لون القميص اللي راح سوف يرتديه حسام عوار الوان اللي راح يرتديها حسام عوار بعد ما باريس سان جيرمان وجوفنتيس اهتموا باللاعب وكانت هناك تنافس بين جوفنتيس و جوفنتيس ونادي باريس سان جيرمان اهتمام كبير بحسام عوار. المدير الرياضي خرج المدير الرياضي جونينيو لنادي اولمبيك ليون مدير الرياضي يؤكد اهتمام حسام عوار باهتمام نادي جوفنتيس بحسام عوار وايضا ذكر جونينيو انه اللاعب يملك عقد انه عقد مع متمسكين به هما عقد مع نادي اولمبيك ليون الى غايه 2023 هي مش مذكوره في الموقع لكن انا عندي معلومه انه العقد اللي يربط جدد العقد حسام عوار انه العقد اللي يربطه راح في لو 2023 حتى 2023 هذا الشيء اللي يربطه العقد بيناتهم لكن يؤكد اهتمام جوفنتيس باللاعب. نزيدكم معلومه انه ميراليم بيانيتش لاعب جوفنتيس عنده اهتمام كبير من قبل نادي برشلونه يعني رحيل بنسبه اكثر من 90% رحيل بيانيتش الى برشلونه معناها استقدام حسام عوار. نزيدكم معلومه هذه ما كانش في لو دي سبور هذه المعلومه هذه ماناجر اللاعب هو الشقيق حسام عوار كاين اللي ما عنده معلومه هذه كاين اللي ما يعرفهاش شقيق حسام عوار الماناجر تاع حسام عوار راهو عنده العديد من العروض عنده من ليفربول عرض عنده من مان سيتي عرض رحيل دافيد سيلفا وفرناندينيو يساوي حسام عوار وبن ناصر هذا قراءة تاع غوارديولا عنده عرض قلنا من مان سيتي عنده عرض ايضا من مان يونايتد اللي ما ذكرتهاش بعض الصحافة وعنده عرض من جوفنتيس وعرض من باريس سان جيرمان لكن الشقيق حسام عوار للمناجر تاعو هذه معلومة عندنا يقول باللي راني خويا عنده مجموعة من العروض لكن تبقى الامر الاول والاخير ادارة النادي اولاس نعرفوه اولاس مش حنبقى نزيد نحكي لكم على اولاس حكيت لكم قبل على اولاس اولاس يبغي المال ويبغي بلادو فرنسا حنا نعرفوا الدوري الفرنسي متوقف الان اولاس مادام الدوري الفرنسي متوقف يحوس على الماده اللي يمد لي اكثر مبروك عليه حسام عوار سواء ليفربول ولا مان يونايتد ولا مان سيتي ولا جوفنتيس ولا الباريس سان جيرمان اللي يعطيني اكثر مبروك عليه حسام عوار اللي يمد اكثر مبروك عليه حسام عوار اولاس بعد ما توقف الدوري الفرنسي يعني وراح يرجع في سبتمبر ولا اكتوبر ماناش عارفين تاريخ اكزاكت لان الكورونا اللي يمد اكثر راح يدي حسام عوار هذا هو منطق جون ميشيل اولاس اذا جونينيو يأكد باللي اهتمام جوفنتيس باللاعب وتكلم على من خلال أكد كلام تاع المدير الرياضي صحيفة توتو جوفنتيس أكدت أنه حسام عوار محل اهتمام نادي جوفنتيس الإيطالي الآن كما قلت نعود الآن الكرة مش في ميدان حسام عوار ولا الكرة راهي في ميدان نادي أولمبيك ليون وجون ميشيل أولاس يطلقوا ولا ما يطلقوش انا قلت لكم ونعاود خوه شقيقه الماناجر نتاع حسام عوار عنده مجموعه من الانديه الراغبه في الحصول على حسام عوار لكن الكلمه الاخيره بيد جون ميشيل اولاس واداره اولمبيك ليون اذا خبرين حصري الاول الحصري بموقع دي سبور ناصر الخليفي شخصيا يريد اسماعيل بن ناصر شخصيا الخبر الثاني
المدير الرياضي جونينيو يؤكد اهتمام المدير الرياضي وليس كلام صحافة، المدير الرياضي لأولمبيك ليون جونينيو يؤكد اهتمام جوفنتيس باسم بحسام عوار. الأيام القادمة راح تكشف العديد من الأمور. الكورونا خلات جون ميشيل أولاس يفكر إلا بالمال، لا فرنسا لا والو، دوكا المال، كورونا حبستنا. إن شاء الله نتمنوا الخير لكل أبناء الجزائر. وللعلم حسام عوار كلمة قالها، أصلي جزائري، ما قالهمش جو سوي فرونسيس، هذه هي للتاريخ برك. أولمبيك ليون لما دار مع حوار قال لهم أنا أصلي جزائري، ما نكرش أصله. يعني حسام عوار نروح ننقذ راسي تشوفوني جزائري، ما دامني محصور مغلوب على امري حاكميني مازلت لاعب في المنتخب الامال الفرنسي. اذا حسام عوار يخرج من اي دوله، ما يبقاش في فرنسا برك، يخرج من اي دوله ان شاء الله يلعب في الدوزيام ديفيزيون نتاع تركيا ولا اسكتلندا، عيخير المنتخب الوطني الجزائري والايام بيننا. في الاخير خوتي مراقبتنا مع مزمن الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.